لمستجدات أحوال الطقس مع زميلة حاسبة. حاسبة مساء الخير. مساء النور سميرة، مساء الخير مشاهدينا. إن شاء الله نتوقع بداية من يوم غد الاثنين لغاية يوم الأربعاء وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية موجة حر شديدة، أول موجة حر شديدة منذ بداية فصل الصيف ستخص 6 مناطق جنوبية للبلاد بدرجات حرارة يمكن أن تصل محليا ل50 درجة مئوية تحت الظل و39 درجة خلال فترة الصباح وحتى الفترة الليلية. تفاصيل أكثر عن هذه الوضعية الجوية نقدر نسموها ونصنفها أنها استثنائية. نربط مشاهدينا الاتصال الآن مباشرة مع المكلف بالإعلام لدى مصلحة الأرصاد الجوية السيدة هوارية بن رقطة. مساء الخير سيدتي. مساء النور أخت حاسبة. سيدتي، بداية بالنشرية الخاصة التي تم إصدارها صباحة اليوم فيما يخص الموجة الحر الشديدة التي ستخص المناطق الجنوبية بدرجة حرارة ستكون جد قياسية ما بين 49 درجة مئوية تحت الظل ويمكن أن تصل أو تتعد أو أقول يمكن أن تصل محليا ال50 درجة مئوية تحت الظل ب6 مناطق جنوبية. هالتفاصيل أكثر فيما يخص هذه الوضعية الجوية وأن تضعين في صورة الوضعية إن شاء الله المرتقبة خلال الأيام المقبلة بجنوب البلاد. إذن بالفعل هي وضعية جوية حارة سوف تشهدها كل من منطقة تندوف، بن عباس، منطقة تميمون، أيضا أضرار، برج بجي مختار وعين صالح. والوضعية الجوية هذه تعود إلى تمركز ارتفاع للضغط الجوي وقوي نوعا ما في المستويات العليا للغلاف الجوي وهو متمركز في الصحراء الوسطى. إذا هذا المرتفع للضغط الجوي يفسر أن هناك هواء ساخن جدا متواجد في المستويات العليا. إذا يعني توجهنا إلى المستويات السفلى للغلاف الجوي راح نوجد ما هو العامل اللي جعل أن درجة الحرارة هذه قد تسجل 50 درجة مئوية على بعض المناطق. إذا هو منخفض هذه المرة الضغط الجوي يسمى بالمنخفض الضغط الجوي الحراري السفلي، وهو نجده في هذه الفترة من الصيف متمركز في الحدود الجزائرية المالية وهو متحرك. تارة يزحف نحو يعني المناطق الجنوبية للوطن وتارة يزول ويتوجه نحو المناطق أو دول الساحل. إذا هذه المرة راح يتمركز على مناطقنا الجنوبية ولذا درجة الحرارة القصوى قد تقارب كما ذكرتي 49 درجة مئوية. قد نسجل على جنوب ولاية أضرار وعلى منطقة عين صالح بعض المناطق في هذه يعني المناطق التي ذكرتها أو الولايتين التي ذكرتهم أن تصل من الممكن ومن المحتمل أيضا أن تصل 50 درجة مئوية تحت الظل. يعني ما يجعلها يعني وضعية نوعا ما يعني غير عادية هو أنها تعتبر موجة حر أي استمرارها في الزمن. فهي راح تستمر على الأقل يوم الاثنين الثلاثاء والأربعاء. هذا يعني أنه بعد تحيين النماذج الرقمية بعد ذلك ممكن راح تكون نشرات جوية خاصة أخرى بموجات حر تخص ولاية أخرى وتبقى دائما في المناطق الجنوبية بإذن الله. نعم، بالنسبة لفترة الصباح وحتى الفترة الليلية يعني حتكون كذلك الأجواء حرة سيدة هورية. إذا بالفعل يعني نظرا لتمركز الهواء الساخن هذا المناطق الجنوبية لن تعرف انخفاض لدرجات الحرارة الليلية. بل راح تبقى هي الأخرى مرتفعة تقارب حتى 39 درجة مئوية ليلا. إذا الهواء الساخن يبقى دائما متمركز على هذه المناطق نهارا وليلا أيضا. نعم، ربي يكون معهم سكان الجنوب خاصة خلال هذه الفترة والمرحلة من فصل الصيف كونها درجات حرارة تكون قياسية يعني شديدة مقارنة بالمعدل الفصلي لفصل الصيف. سيدة هورية، هل يمكن أقول أن هذه الموجة الحر ستتمركز فقط على المناطق الجنوبية أم ستنتقل إلى شمال البلاد خلال الأيام المقبلة إن شاء الله؟ إذا المناطق الشمالية ليست معنية بموجة حر وهذا نظرا لتواجد
في المساواة دائما العليا للغلاف الجوي اللي تساعدنا باش نعطوا نمط الطقس على مناطقنا الشمالية هو تواجد تيارات من غربية إلى شمالية غربية. تواجد أيضا نسبة رطوبة على المرتفعات وعلى منطقة الأوراس، وهذا يساعد على تلطيف الجو نوعا ما. فالمناطق الشمالية راح تكون فيها وضعية جوية جد عادية صيفية أيضا. درجة الحرارة يعني راح تكون فصلية ما بين 33 34، قد نسجل حتى 35 درجة مئوية على المناطق الساحلية للوطن يعني. ولكن الشيء اللي يكون مخالف مع المناطق الجنوبية ما عدا الحرارة وهو تلك نسبة الرطوبة المرتفعة التي قد نسجلها على كل المناطق التي تطل على الساحل، فنسبة الرطوبة تكون مرتفعة نظرا لتكوين بعض الضباب الخفيف وأيضا نظرا لتكوين بعض السحب السفلى التي في بعض المناطق يعني خاصة الغربية راح تدوم خلال كل النهار. إذا هذا ما يؤدي إلى ثقل نوعا ما في الجو رغم أن درجة الحرارة القصوى ليست مرتفعة تماما. نعم الحمد لله. فيما يخص يعني حسب التوقعات تشير على دائما حضور نشاط لخلايا رعدية ماطرة على المناطق الداخلية كذلك على شمال الصحراء وأقصى الجنوب، ما تفسيركم لهذه الوضعية الجوية كوننا في فصل الصيف؟ إذا بالفعل فصل الصيف على المناطق الداخلية وكذلك المرتفعات وعلى الأوراس يتميز بشيء وهو تكوين بعد الظاهرة ببعض السحب الركامية اللي في أواخر النهار قد تتحول إلى رعود وخلايا رعدة اللي محليا قد تعطي كمية معتبرة من الأمطار. بالفعل هذه الرعود ليست رعود شتوية بل هي رعود صيفية، يعني تتكون نظرا كما ذكرت لتواجد نسبة رطوبة على هذه المناطق مأخوذة في التيارات الشمالية الغربية. إذا تدخل بعض الرطوبة على المرتفعات وكذلك منطقة الأوراس، هذه الرطوبة نضيف إليها فارق درجة الحرارة الليلي والنهاري على هذه المناطق، فارق كبير لدرجة الحرارة الليلية وفي النهار، إذا برودة للكتلة الهوائية، نسبة رطوبة متواجدة، ونضيف إلى ذلك المرتفعات. إذا نعرف أن الأوراس هي مرتفعة وكذلك المناطق الداخلية تاع الجزائر مرتفعة نوعا ما، هذا يساعد على أن الامتداد العمودي للسحب الركامية يكون معتبر. وما دامت السحابة الركامية تكون يعني معتبرة بهذا الشكل إلا ونشاطها الرعد يكون معتبر. نعم شكرا لك سيدة هوري على كل هذه التفاصيل والتوضيحات فيما يخص الوضعية الجوية على المناطق الجنوبية للبلاد. لا بس قبل الختام أن نعيد ونذكر بالنشرية الخاصة التي أصدرتها مصالح الأرصاد الجوية لصبيحة اليوم، حيث أكدت من خلالها على تسجيل موجة حر شديدة بدرجة حرارة قياسية، وفيما يخص درجة الحرارة القصوى راح تكون ما بين حوالي 49 و 50 درجة مئوية تحت الظل محليا مرتقبة. فيما يخص درجة الحرارة الدنيا راح تكون ما بين 36 إلى 39 درجة مئوية، وهذا بداية من يوم غد الاثنين. تستمر الموجة الحر الشديدة إلى غاية يوم الأربعاء على الأقل. الولايات المعنية كل من ولاية تندوف، بني عباس، تيميمون، أدرار، برج بجي مختار وإن صلاح، حسب المكلفة بالإعلام لدى مصالح الأرصاد الجوية، يمكن خلال الأيام المقبلة ستمس موجة الحر الشديدة باقي المناطق الجنوبية للبلاد. الحيطة والحذر من ضربات الشمس هي أهم نصيحة، وتفادي الخروج إلا للضرورة كون الأجواء راح تكون حارة يعني طيلة اليوم حتى في الفترة الليلية. بهذا مشاهدينا أصل لطي ورقة تحول الطقس، نعود الآن إلى سميرة لاستكمال بقية الأخبار.